يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. بسم الله الرحمن الرحيم، ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله وبعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ثم اما بعد ايها الكرام المشاهدون نلتقي مره اخرى في المجلس الرمضاني اليوم مع المجلس الرابع عشر وسنتحدث عن هذا الشهر أنه فرصة رمضان فرصة للتوبة والإنابة فقد جاء في حديث إن, أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بني له المنبر جعل له ثلاثة درجات فكان النبي صلى الله عليه وسلم يوما صعد المنبر فلما صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم الدرجة الأولى قال آمين ثم صعد الثانية قال آمين ثم صعد الثالثة قال آمين فقال المسلمون يا رسول الله رأيناك تقول آمين 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 ولا نرى أحدا فقال إن جبريل عليه السلام صعد آه قبلي العتبة الأولى أو الدرجة الأولى فقال يا محمد فقلت لبيك وسعديك فقال من أدرك أبويه أو أحدهما فلم يغفر له فأبعده الله قل آمين فقلت آمين فلما صعد الثانية قال يا محمد قلت لبيك وسعديك قال من أدرك شهر رمضان فصام نهاره وقام ليله ثم مات فلم يغفر له فدخل النار فأبعده الله قل آمين فقلت آمين فلما صعد الثالثة قال يا محمد قلت لبيك وسعديك قال من ذكرت عنده فلم يصلي عليك فمات ولم يغفر له فدخل النار فأبعده الله قل آمين فقلت آمين في هذا الحديث ثلاثة أمور وهي تتعلق الأولى ببر الوالدين والثانية بمنزلة شهر رمضان والثالثة بحق النبي صلى الله عليه وسلم وفيه دعوة إلى استثمار واغتنام هذه الفرصة التي هي فرصة شهر رمضان لأن قوله من أدرك شهر رمضان فلم يغفر له فأبعده الله دعاء عليه لانه لم ينتهز هذه الفرصه لم ينتهز هذه الفرصه التي هي كلها فرصه الفضائل وفرصه الاجر وفرصه تعظيم التواب لم ينتهزها ولم يغتنمها هذا الشخص حتى مر رمضان ولم يغفر له فالانسان يكون مفرطا إذا فاته شهر رمضان دون أن يغفر له فهو فرصة ليبدأ الإنسان فيها صفحة جديدة يبدأ صفحة جديدة من التوبة والاستغفار والاستقامة وشهر رمضان أيها الكرام فرصة لكل الناس وسوق مفتوح لكل من يريد أن يربح فلذلك دعا النبي صلى الله عليه وسلم بالابعاد والهلكه في حق من ادرك رمضان ولم يغفر له. كما سمعتم في الحديث ومما يشهد لهذا الحديث كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث اخر يا باغي الخير اقبل ويا باغي الشر اقصر. ففي هذا الشهر كل انسان نوى شرا أو كان قد ألف الشر ففي رمضان يجب عليه أن يتوقف عن هذا الشر والإتيان إلى المعاصي والمحرمات ويجب عليه أن يحترم ويراعي حرمة هذا الشهر حتى لا يقوم بعكس ما وظف له هذا الشهر فهذا شهر الانقطاع عن الشهوات ينقطع الإنسان فيه عن الملذات والشهوات وينقطع عن الشراب والطعام ويحبس نفسه عن الغضب والانفعالات وعن الضجر والسخط والغيبة والنميمة ثم إن وقع قدر وقع في ذلك يبادر إلى سرعة الاستغفار والإنابة والعودة إلى الله تبارك وتعالى فمع الأسف شحال من واحد فاش تيجي هذا رمضان يعكس ما وعد له هذا الشهر بدل أن يجعل هذا الشهر موسم الطاعات وموسم العبادات يجعل في هذا الشهر هذا موسم ديال له وموسم ديال العبث وموسم ديال المعاصي وموسم ديال المسلسلات وموسم ديال المهرجانات موسم موسم ديال الاغاني يعني والمتاهات وتضييع الوقت وغير ذلك مما ينهيه عن نيل ما استقدمناه من الاجر والثواب من خلال تلك الفضائل الجليله العظيمه التي سبقت معنا في المجالس الماضيه اذا ايها الكرام فرصه لكل انسان مهما بلغ من المعاصي فرصة لن تجد مثلها بداية جديدة في السير إلى الله عز وجل اللي يمشي في الطريق الله عز وجل يعاود يجدد العهد مع الله عز وجل هذه بداية هذه البداية في هذا الشهر عطاك الله تبارك وتعالى واحد البداية واحد الفرصة عظيمة فرصة سنوية وما يدريك تعيش حتى السنة الأخرى وتقول أنا التوبه ديالي ما بقيش مازال غادي بغيت باقي بغيت باقي تلهاب بغيت باقي الملذات وغير ذلك حتى رمضان اخر وحتى رمضان ديال 40 سنه ولا 50 ولا 60 ولا حتى فياتيك الشيطان والامل وتسويف النفس الاماره بالسوء هذه فرصه فبادر ايها الكريم ايتها الكريمه بادر يبادر كل واحد لاغتنام هذه الفرصه موسم الطاعات موسم العبادات مهما كان مضى منك من المعاصي أو مما فرطت في جنب الله تبارك وتعالى فالمحسن فيما مضى عليه أن يزداد على إحسانا لكن هو محسن فيما مضى يجب أن يزداد إحسانا وأما المسيء فعليه أن ينزجر ويوبخ نفسه ويندم ويغتنم هذه الفرصة العظيمة لأنه أيها الكرام يعني ما تكونش بحال واحد النوع من الناس اللي كيجيهم رمضان و تيكونوا آه التوسع و الارتياح في الملذات والشهوات المحرمه فضلا عن التوسع في الشهوات المباحه وهم يعلمون ان هذا الشهر سيقيدهم يعني شحال من واحد تيقول لك هذا الشهر غادي يقيد لنا يعني يجعلنا في اغلالنا ويحجزنا عن الاسترسال في شهواتنا فيجعلون هذا الشهر مستثقلا عليهم يستثقلون هذا الشهر حتى قال بعضهم اقوالا تقشعر منها الجلود قديما وحديثا شحال من واحد ان قال في رمضان اقوالا لا يليق ان تقال هذه الأقوال بهذا الشهر العظيم الله عز وجل رحمنا وأنعم علينا بهذه الفضائل الكريمة الكثيرة الجليلة هذا الشهر ولكن هؤلاء قوم جهال قوم لا عقل لهم ولا ذوق لهم ولا بصيرة عندهم عميت بصائرهم وغلفت قلوبهم لذلك يقولون أقوالا في رمضان مستخفين بهذا الشهر وقد قدمنا في المجلس السابق ما يجب على المؤمن من تعظيم هذه الشعيره الزمانيه وانه يجب عليه ان يعظمها ولا يستثقلها نعم فالناس منهم من يستقبل هذا الشهر باعداد خطط للطعام والوان من الشراب وغير ذلك لكن ان يعد برنامجا للعباده برنامجا للتوبه، برنامجا لكي يبدا صفحه جديده مع الله سبحانه وتعالى، هذا هو المطلوب، هذا هو المطلوب، ان تستقبل رمضان بالفرح والسرور لما تجده من ان الله عز وجل احياك حتى عشت هذه الفرصه، حتى عشت هذه الفرصه العظيمه وتتخلص من أذران الذنوب والمعاصي وتكون مقربا الى الله تبارك وتعالى. بخلاف من يستقبل هذا الشهر فرحا وسرورا لكن فرحا وسرورا بما يجده في هذا الشهر من اللهو والعبث والجلوس امام وسائل التواصل وغير ذلك فيجد الملاهي والتنوع في هذه الملاهي ويجد وقته قد ضاع في هذا الشهر دون ان يستفيد اجرا ولا ان يقوم بعباده ولا طاعه فهؤلاء هذا الصنف يستثقلون هذا الشهر واذا فرحوا كما قلت فلا يفرحون الا بما يجدون من اللهو ومن العبث التي تزيدهم عن الله عز وجل بعدا بخلاف الابرار بخلاف المتقين المؤمنين الصادقين الذين يفرحون بهذا الشهر يفرحون به لأنه موسم للطاعات وموسم للقربات وموسم للتقرب إلى الله عز وجل وموسم لتجديد العهد بالله عز وجل هذا هو المراد أيها الكرام من هذا الشهر ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعاً لنعظم هذه الشاعرة ونقوم بحقها ونسأل الله عز وجل أن يغفر لنا في هذا الشهر جميعاً إنه على ذلك قدير و اقول قولي هذا وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله